بكرة الأربعاء في 9 مساء هنعرض لكم نهائي تصفيات الفرصة اللي ستتأهل فيها 30 شركة للمنافسة أمامي في الاستوديو وأمام لجنة تحكيم جديدة وصعبة جدا. حلقة بكرة حلقة مليئة بالتشويق والإثارة، لأن بعد جولة الفرصة في المحافظات، في محافظات اسكندرية والمنصورة والمنيا والقاهرة، بكرة كل الشركات اللي فازت وخدت فرصة في هذه المحافظات هترجع تقابل اللجنة تاني، والامتحان المرة دي هيكون أصعب كتير. المتسابقين هياخدوا أرقام طبقا ل يعني أدائهم أمام وأسئلة كتيرة أمام لجنة التحكيم مرة تانية، وأعلى الأرقام اللي هتصمد طوال الحلقة هي دي اللي هتوصل للاستوديو. طول الحلقة هتشوفوا شركات بتقصي شركات، شركات بتكون في مرتبة عليا ثم تأتي شركات تطلعها وتبقى شركات في منطقة الخطر منتظرة نتائج الشركات الأخرى. حلقة مثيرة جدا، مش يعني بصراحة قاطعة للأنفاس، يعني لأنه طول الوقت في شركات بتقصي شركات. أعلى أرقام لأعلى 25 شركة هي دي اللي هتكون فائزة، وهي دي اللي هتوصل للاستوديو. طبعا في شركات، 5 شركات خدوا الفاست تراك ووصلوا بالكارت الفرصة الذهبية اللي الحكام ادوه في المحافظات اللي جابوا بيها، اللي راحوا فيها في كل مكان في مصر. هنشوف بكرة حلقة مثيرة، حلقة صعبة، حلقة تصفيات الفرصة. بعد منافسات الفرصة في محافظات مصر، كل الفائزين يجتمعون ليتنافسوا من جديد. أنا سعيدة إنه البرنامج ده قدر يلف في كل مكان في مصر. برحب بيكم في الحلقة النهائية من التصفيات الأولية في القاهرة. ولازم تكونوا عارفين إن آلاف الشباب اتقدموا لبرنامج الفرصة. جولة 25 هي جولة الخطر على كل المتسابقين الموجودين. منهم يصل لقائمة 25؟ من سيصمد بها ويصعد للمرحلة القادمة؟ احنا شايفين ان احنا نستحق ان احنا نبقى في التوب 25. ومن سيخرج منها ويرحل؟ ومن سيكون في مرحلة الخطر؟ هو اللي موترنا ان الارقام بتتغير. هنبدأ نخش في السسبنس الحقيقي. نختار حضرتك ليه من قائمة 25؟ فرصة حلوة لينا ان احنا اصلا نوصل للتصفيات دي. الناس دي مش عارفة ازاي تعمل بيزنس. متحمسة تعرفي ترتيبك وصل لفين؟ لا تفوتوا نهائي تصفيات الفرصة. شكرا ليك وشكرا لكل الشباب اللي شاركوا معانا من كل المحافظات. الفرصة مع لميس الحديدي، نهائي التصفيات الأولية غدا 9 مساء على اون.